بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونون بألف خير. نكمل دروس رياضيات دائما. إذن اليوم نفتح كتاب الصفحة 135. فتحنا كتاب رياضيات الصفحة 135. درسنا اليوم هو وضعيات جمع وطرح رقم 3. دائما نبدأ درسنا بالتشريح. اكتشف. اقرأ نص المشكلة. اقرأ نص المشكلة. كان عند سيلين 43 صورة. أعطاها أمين 15 صورة. إذا كان عند سيلين 43 صورة، أعطاها أمين 15 صورة. ما هو عدد صور سيلين الآن؟ ما هو عدد صور سيلين الآن؟ إذا كان عند سيلين 43 صورة، أعطاها أمين 15 صورة. إذا أفهم المشكلة. عند البداية سيلين كان عندها 43 صورة. إذا قبل أن يعطيها أمين 15 صورة كان عندها 43 صورة. قبل كان عندها 43 صورة. ثم ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ أعطاها أمين 15 صورة. إذا أعطاها أمين. إذا أعطاها، ماذا فعل أمين؟ أضاف لها، زادها. أعطاها، كان عندها 43 صورة فأضاف لها 15 صورة. أعطى لها 15 صورة، زاد لها 15 صورة. من خلال هذه الكلمات نستنتج، ما هي العملية التي نستنتجها؟ إذا عملية الجمع. عملية الجمع. إذا نجمع 43 زائد 15. 43 زائد 15. نقوم بإجراء العملية عمودية أفقية. عمودية أفقية. إذا نجمع العدد 43 زائد 15. دائما كما تعودنا نجمع الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات. إذا 43 زائد 15 أفقيا، 43 زائد 15 عموديا. إذا نجمع الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات. إذا 3 زائد 5. 3 زائد 5 كم يساوي؟ اجمعوا بسرعة. إذا النتيجة هي 8. أحسنتم. إذا النتيجة هي 8. الآن نجمع العشرات مع العشرات. 4 زائد 1. 4 زائد 1. 4 زائد 1 كم يساوي؟ كم وجدتم؟ إذا وجدنا 5. 4 زائد 1 يساوي 5. إذا النتيجة هي 58. نحسب العملية أفقيا. نجمع دائما الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات. إذا الآحاد 3 زائد 5. 3 زائد 5 كم يساوي؟ يساوي 8. الآن نجمع العشرات مع العشرات. 4 زائد 1. 4 زائد 1 كم يساوي؟ يساوي 5. إذا النتيجة هي 58. أجيبوا على السؤال. عدد صور سيلين الآن هو كم؟ أصبح عدد صور سيلين، كان عندها 43 صورة، أعطاها أمين 15 صورة أو أضاف لها 15 صورة،
كم أصبح عندها من صورة؟ أصبح عندها 58 صورة. إذا صور سيرين الآن هو العدد 58 صورة. إذا 58 صورة. لقد أنهينا أكتشف. ننتقل إلى الجزء الثاني وهو أنجز. أنجز. اتبع نفس مراحل كما في النشاط الأول. إذا نتبع نفس مراحل النشاط الأول وأجب عن سؤالي. إذا نتبع نفس مراحل النشاط الأول أكتشف وأجيب عن سؤال. إذا نقرأ المشكلة. حط 59 عصفورا على شجرة. إذا حط 59 عصفورا على شجرة. وطارت 7 عصافير. طارت 7 عصافير. إذا حط 59 عصفورا على الشجرة وطار منها 7 عصافير. طار منها 7 عصافير. ما هو عدد العصافير الباقية؟ ما هو عدد العصافير الباقية؟ إذا كان في أغصان الشجرة 59 عصفور، ثم طارت من الأغصان 7 عصافير. إذا طارت 7 عصافير. إذا بنفس الطريقة، بنفس طريقة النشاط الأول، نقوم بحل هذه المشكلة. إذا قبل أن يطير 7 عصافير، كم كان في الشجرة من في أغصان الشجرة من عصفور؟ كم كان عددها؟ كم كان عددها؟ كان 59 عصفورا. إذا كان 59 عصفورا. ثم ماذا حدث؟ طار منها 7 عصافير. طار منها 7 عصافير. أي ماذا حدث؟ نقص منها. إذا نقص. إذا نقص منها كم؟ 7 عصافير. إذا نقص منها 7 عصافير. إذا كان فيها 59 عصفورا ثم طار منها 7 عصافير، أي نقص منها 7 عصافير. إذا عندما نسمع نقص، ما هي العملية التي نقوم بها؟ هي عملية الطرح. إذا 59 ناقص 7. إذا العملية هي 59 ناقص 7. إذا 59 ناقص 7. إذا نقوم بالعملية عمودية وعملية أفقية. إذا العملية العمودية هي 59 ناقص كم؟ ناقص 7. الآن أكتب العملية الأفقية. 59 ناقص 7. الآن أقوم بعملية الحساب. دائما أحد مع الأحد والعشرات مع العشرات. أضع الأحد مع الأحد والعشرات مع العشرات. إذا عملية، سوف نقوم بعملية الطرح. إذا 9 ناقص 7. 9 ناقص 7. 9 ناقص 7 كم يساوي؟ نتيجة هي 2. الآن 5 ناقص ولا شيء. 5 ناقص لا شيء كم النتيجة؟ النتيجة هي 5. الآن أقوم بحساب العملية الأفقية.
إذن أحد مع الأحد، 9 ناقص 7 كم يساوي؟ يساوي، وجدنا 2. الآن مع العشرات، 5 ناقص ولا شيء، 5 ناقص ولا شيء يساوي 5. إذا النتيجة هي 52. إذا عدد العصافير الباقية هو 52 عصفورا، 52 عصفورا. قد قمنا بحل هذه المشكلة بنفس طريقة النشاط الأول. تعلمت أمام مشكلة أقرأ النص، أفهم المشكلة، أجري الحساب وأجيب عن السؤال. إذا أمام مشكلة، أولا أقرأ النص، أقرأه قراءة جيدة، أفهم المشكلة، أفهمها جيدا، أجري الحساب أي أبحث إذا كانت العملية عملية ناقص أم عملية عملية الجمع أو عملية الطرح، وأجيب عن السؤال. إذا إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا اليوم. شكرا لكم، إلى الملتقى إن شاء الله.